غالبا لحضراتكم، حتى لو ده حصل هو هيرجع كأنه مفيش حاجة حصلت، هيرجع يمضي تاني. مش إسلام اللي بيقول، ولكن أحد أبناء النادي الأهلي كابتن محمد عادل بيقول هذا الكلام على الهواء مباشرة مع حضراتكم. طيب حاولوا برضو يا شباب لو سمحتوا تجيبوا لنا كابتن أحمد سعيد، لأنه مهم جدا برضو نسمع، وهسأله نفس الأسئلة بالمناسبة. أنا يعني نفس الأسئلة هسأل اللي سألتها لكابتن محمد عادل هسألها لكابتن أحمد سعيد علشان. طيب كابتن أحمد سعيد معانا، ازيك يا كابتن أحمد؟ أهلا بحضرتك يا كابتن إسلام، ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام، وحشنا جدا. كله بخير والله الحمد لله. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. كابتن أحمد أنا هسألك، أنا لسه كان معايا كابتن محمد عادل، ولكن هسألك نفس الأسئلة عشان كل جمهور النادي. أنا عارف إن أنت كتبت على السوشيال ميديا عندك كل حاجة، ولكن جمهور النادي الأهلي محتاج إن هو يسمع منك أو عايز يسمع منك كل ما حدث. احكي لجمهور النادي الأهلي يعرف إيه اللي حصل من إمبارح للنهاردة. خلاص، هو بس امبارح يعني في طلعت كذا اشاعه ان العود بتاعتنا مش موجوده واحنا هنمشي واحنا بقينا فري، فلا احنا طبعا احنا كده كده مكملين في النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ده اثروا علينا، وانا كنت جاي من الشرقيه من 8 سنين او 7 سنين وهفضل برضه اكمل في الاهلي. الحاجه بس الوحيده اللي ممكن تخليني امشي ان انا اقدر امشي، ان انا لو جالي عقد احتراف خارج مصر. نعم. انا مكمل في النادي الاهلي وهمضي ثاني برضه على بياض. كان في وجود كابتن العمري فاروق وكابتن خالد مرتجي وكابتن خالد العوضي وكابتن محمد مصطفى. هذا الرباعي كان موجود. مره تاني انا برضه همضي على بياض. طيب حضرتك برضه مده العقد كانت قد ايه وكانت بتبدا من امتى؟ وقول لي بصمت ومضيت وكل حاجه. لا طبعا امتى وبصمت برضه كان كل ده على بياض، وزودت 3 مواسم وانا كان عندي موسم، فتوتال بالظبط 4 مواسم. 4 مواسم تبدا؟ برضو هزود برضه 4 مواسم تبدا من هذا الموسم برضو. انا همضي وهبصم برضو على بياض، واحنا كده كده متفقين اصلا اوريدي وكل حاجه. يعني الحقيقه هذه هي روح اولاد النادي الاهلي يا جماعه. انا عارف على فكره الكلام ده من كابتن احمد ومن كابتن محمد احنا سامعينه بودنا، ولكن انا حبيت ان هم يكونوا معايا على الهواء مباشره عشان حضراتكم تسمعوا بودانكم ايه اللي بيحصل. اخيرا رسالتك يا كابتن احمد لجمهور النادي الاهلي في ظل هذه الظروف اللي بتحصل من امبارح للنهارده. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا كان على طول بيشاركنا الفرحه، واحنا بنوعده ان شاء الله ان شاء الله الموسم اللي فات ده كان كبوه مش هتتكرر تاني في النادي الاهلي. احنا ان شاء الله مركزين السنه دي هنحاول على قدر ما نقدر ان احنا نحسب كل البطولات بتاعتنا، وطبعا انتوا اللي مقويننا وانتوا كل حاجه في الدنيا. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد، واسفين يعني احنا دخلناكوا كده فجاه، ولكن انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. اشكر الكابتن محمد عادل وكابتن احمد سعيد. هذا هو الفارق ما بين ولاد النادي الاهلي اللي ما بيفكروش في حاجه غير مصلحتهم طبعا، وهو النادي الاهلي ما بينساش ولاده ابدا 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 مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. خدوا بال حضراتكم من الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم، ولكم في وليد كابتن وليد سليمان مثل، لكم في كابتن وليد سليمان.